حياكم الله مشاهدين في مشوار جديد، مشوار أسبوعي وحلقة أخرى من برنامج دراما بحرينية. هذه الحلقة مشاهدين ننتقل معاكم إلى العام 1986 ونستعرض ما تم إنجازه من أعمال درامية، حيث بدأت مؤسسة المسرح الكوميدي بتقديم عمل بعنوان بداية من جديد، وهي سهرة مضمونها عن عائلة تتكون من أب يعمل بالصحافة ولا ميول أدبية وشعرية، وزوجة كسولة تاركة كل أمور البيت من عناية واهتمام بالأولاد على ظهر الزوج، وعذرها الكاذب هو المرض. ولكون الزوج يعمل بالصحافة وأديب، يلجأ لأحد أصدقائه ليكتب له رسالة غرامية إلى حبيبته، وتقع هذه الرسالة في يد الزوج الكسول اللي تقلب الدنيا على زوجها، ظنا منها أن لا علاقة بهذه الرسالة وخوفا من فقدان الزوج. طبعا تبدأ في تغيير سلوكها والانتباه لبيتها. شارك في أداء شخصيات هذه السهرة استغلال أحمد، سامي القوز، محمد البهدهي، إبراهيم الغانم، فهيمة خزعل، حمزة محمد، بدري إبراهيم، عزيز مندي، وضيف الشرف عبد الله يوسف. كتب القصة محمد شعبان وأعدها راشد نجم وقام بإخراجها عبد الله يوسف. أقول يعني إذا مالك خاطر أو تعبان خلي كل شيء في مكانه وأنا أقوم أطبخ. تعرف أنا مكاسر ظهري إلا عوار هالقلب اللي فيني. جميلة كنسمة الربيع في أعالي الجبال، طاهرة كالزهرة المستحمة. جميلة، القاموس اللي على الطاولة وين ودتي؟ هاي قاموس؟ هاي قاموس بعد المورد الإنجليزي. أشو أخر وخرت على الصوب؟ والله قاموس إنجليزي. الحين واحد مثلك خريج آداب وأدب إنجليزي بالتحديد ويطلب قاموس؟ يعني أنا كل من أقول لك شيء تقولين ما أدري، عيل من اللي يدري؟ الجيران؟ أنا سألتك علشان أكمل شغلي في المكتب. أنت شحق معصب علي؟ وأنا إيش دراني؟ أنا قد دخلت مكتبك من يوم ما ياني مرض القلب. أي قلب وأي مرض، أنت صحتك مثل الحديد وقلبك ما في شيء، أنت يبا تتمرضين. أنا الدكاترة اللي وديتك لهم كلهم قالوا إنه ما في شيء، ومع ذلك مصر على إنه فيك مرض. يا جماعة ديتونا نبي نذاكر. يبا أنت خلك في دروسك ولا تتدخل في مال لا يخصك. تبي تبي يا عبد الرحمن أنا تميرة أنا؟ اي نعم، كل الدكاترة قالوا اللي قلته، وانت تعرفين زين وما زين. بداية من جديد بدأنا فيه، اشتغلنا فيها ايضا. بداية من جديد كانت ايضا من اعدادي انا موجودة، بس للأسف الشديد وقت تصويرها انا ما كنت موجود في البحرين. هي كانت 86، انا سافرت للماجستير 85، رحت كندا. فلذلك محمد الله رحمه الله عليه هو اللي قام تنفيذه، وكان فيها ايضا شباب كثيرين اشتغلوا فيه. انا ومحمد البهدهي طبعا احنا شركاء في مؤسسه المسرح الكوميدي، وسمينا مسرح الكوميدي لان بالفعل كنا الهدف ان احنا نزرع ابتسامه على شفاه الناس. وفي نفس العام انتجت هيئه الاذاعه والتلفزيون مسابقات رمضانيه بعنوان ك
كاتب ومسرحية، وهي من القصص العالمية، حيث يستعرض المذيع تاريخ وأعمال أحد كتاب المسرح العالمي، ويقوم الممثلين بأداء مشاهد من إحدى مسرحياته، ليتوجه المذيع في نهاية كل حلقة بسؤال المشاهدين عن مؤلف المسرحية أو اسمها. البرنامج كان من إعداد وتقديم قحطان القحطاني وإخراج أمير الشايب، وشارك في تمثيل المشاهد كل من إبراهيم بحر، إبراهيم خلفان، جاسم شريدة، حسن عبد الرحيم، خليفة العريفي، سامي القوز، سناء يونس، عبد الله ملك، شفيقة يوسف، فاطمة الدوسري، ماجدة سلطان، ومريم زيمان. ويعد هذا العمل أول عمل يجمع هذا الكم من الممثلين في ذلك الوقت. إني ألزمك بأن تخضع رقبتك للبلاغ الذي قرأته على الناس، ولا تخاطب هؤلاء اليوم، ولا تخاطبني، فأنت رجس هذه الأرض ووباؤها. أتثير هذا القول على غير استحياء؟ أين تظن النجاة؟ لقد نجوت، لأني أستمسك بقوة الحقيقة. حقيقة؟ من علمك هذه الحقيقة؟ إنها ليست من صناعتك. إن نرى أن كلامك وكلامه كلاهما يحمل الغضب، وما أغنانا عن الغضب الآن؟ إنا نريد أن تجد خير حل لنبوءة أبولون. ترى إحنا عندكم طاقات وعندكم أعمال جميلة، بالذات مسرح وال، وطلبة وخريجي المعهد قدموا سلسلة من الأعمال اللغة العربية الفصحى، يعني الجمهور كان يتقبل سواء في المسرح أو في التلفزيون، لأن كان مستوى أرفع من الحين الثقافي، وكانت القنوات الفجة السهلة اللي تناثرت الحين مو موجودة، كانت القنوات هي الرسمية فقط، لكل بلد في قناة رسمية واحدة، فكانوا ينتقون. أنت دائما لما يك عمل في التلفزيون أو في الإذاعة ما ترفض، لأن تعرف أن عمل محترم، مستحيل يك عمل هش. وكان ذيك الفترة التلفزيون يرفض بعض الأعمال اللي كانت هزيلة. الحين ثقافة الجمهور يعني ليس تقليلا، ما بذكر أسماء، لكن بعض الأعمال السطحية الساذجة عليها إقبال كبير لأن المجتمع تغير. بس ذيك الفترة كان الجمهور يحترمنا ويقدرنا ويقدر هذه النوعية من الأعمال، لأن نحس مادة ثقافية دسمة. كان هذا العمل آخر ما تم إنتاجه في العام 1986، لندخل بعدها إلى العام 1987، وفيها ابتدى الإنتاج الدرامي التلفزيوني في التطور، مستفيدة من التجارب السابقة اللي احنا رصدناها من بداية السبعينات. بدينا نشوف نضج أكثر، بدينا نشوف تطور من حيث الكم والكيف، سواء من قبل إدارة التلفزيون أو من قبل المؤسسات الخاصة. وكانت البداية بمسلسل سوالف أم هلال، وهو أيضا مسابقات رمضانية عبارة عن مواقف تمثيلية كوميدية يعقبها سؤال في الأمثال البحرينية أو عن الأمثال البحرينية، يكون مرتبطا بالفقرة التمثيلية ودالا على الموقف. أنتج هذا العمل هيئة الإذاعة والتلفزيون عن فكرة للمخرج المصري محي الدين جلال، وكتب للسيناريو والحوار عيسى الحمر، وكان هذا العمل بداية لأعمال قادمة تحمل اسم أم هلال، وهو مكون من 30 حلقة. شارك في أداء شخصيات سوالف أم هلال كل من سلوى بخيت، محمد عواد، جاسم شريدة، جاسم الصايغ، شفيقة يوسف، نجلاء بطي، سعد البعينين، صلاح جناحي، بدري إبراهيم، جاسم ناصر، عبد الله بحر، وضيف الشرف عبد الله يوسف، وأخرج العمل محي الدين جلال. المسلسل ذي اللي هو أم هلال ضاف مو بس حق المشاهد البحريني الخليجي، ضاف له البسمة من ناحية يعني وسعة الصدر، ذكريات جميلة، أماكن حلوة كانوا ما يدرون عنها الناس، اتخذناها مواقع لنا، لبس قديم نسوه أو كادوا ينسونه،
كلام وملافظ وجمل جميلة ما يعرفونها. في ناس من سني ومن جيلي قالوا ما نعرفها، في ناس أكبر مني قالوا من وين ياي بسلوى بخيت هذه الكلمات والمفردات الأولانية. جمع ذي المسلسل كل الأشياء ذي، وسع صدر الأوادم وفتح يعني بصيرتهم بالنسبة حق الأمثال الحلوة. في ناس ما عرفوا ويحلونها، قعدوا يبحثون فيها، ترى ضاف لهم أشياء جميلة وحلوة ولا بقدرين ينسونها ولله الحمد. صيرة ليش طلقني؟ رايح يطلقك وياخذ الثاني أم التليفون. أوه أيه ماشي قلبي وقع يمه قلبي وقع طيح يمه تلاير يا ولدي الحقيقة لقاني الله يفرج عنه الشاعر علي الشرقاوي في الكافتيريا هنا عندنا في الإعلام، أنا أحد موظفين الإعلام، فقال لي إن الحقيقة اختاروك تلفزيون البحرين لدور هلال في مسلسل اسمه سوالف أم هلال، شو تقول يا جاسم؟ والله بالعكس على الرحب والسعة. ليش؟ فأتذكر يقول لي الله يفرج عنه إن شاء الله ويشافيه، يقول لي كان المسلسل اسمه سوالف أم شهاب وأنت كان دورك شهاب، فيقول هو أنا طرحت عليهم أن شهاب شوي ثقيل فخلي يصير هلال سوالف أم هلال، وفعلا يعني رنت الاسم مهمة. صاحب السمو الأمير الشيخ خليفة رئيس الوزراء الله يحفظه قابلنا وكان معجب بهذا العمل، وأتذكر لما قابلنا في ديوان سموه قال أنتوا زرعتوا ابتسامة فينا، وإحنا كان لنا الحقيقة هذه دافع، ارتحنا جدا. تكرم ودعانا لمقابلته، شنو أكبر من كذي تكريم حق فنانين اشتغلوا وعمل وكان هدفهم يمكن مسابقات هو في البداية، أضافوا عليه المتعة الكوميديا خلنا نقول يعني المشاكل الاجتماعية البسيطة في ذيك الأيام اللي يعني سمو رئيس الوزراء وحسب ما عرفنا بعدين من المكتب ماله أنه كان حريص على مشاهدته يومياً ودعانا لمقابلته، شيء يعني أنا بالنسبة لي وبالنسبة لكل طاقم العمل شيء كبير. أحنا تجيب طاري مسلسل أم هلال أنا وجهي انشرح ابتسامة، ويعني شو أقول لك، ذكريات جميلة جدا تحس فيها بالألفة بالمحبة بالعلاقات الطيبة اللي كانت تجمعنا. مساعة كنت أقول حق الشباب كنت أنا موظفة وموظفة مو في يعني كنت في قطاع خاص وفي بنك، أطلع من الشغل أروح التصوير أقعد معاهم يمكن لي ساعات متأخرة من الليل ما أمل. الوضع كأنه قاعدين في بيتنا كأنه يعني مع أهلنا، ويعني الله يذكرها بالخير أم يوهر فنانة هبة عبد الله كنا في بيتها نصور، يعني مسوينا كأنه بيتنا، طابخ الأكل القعدة السوالف، يعني ذكريات حلوة جميلة، يعني لمة حلوة، الفنانين كانت قلوبهم على بعض كان كل واحد شايل الثاني، المواقف الطريفة اللي تحصل أثناء التصوير أو اللي تحصل خلف الكواليس يخلي جو العمل جدا جميل ويخليك أنت كفنان ما تتملل من انتظارك المشهدك من انتظارك ان متى بنخلص وبرجع بيتنا. كانت اجواء جميله روعه حلوه كل ما تعنيه الكلمه.
تلا ذلك عمل بعنوان حاجز الذكريات من إنتاج مؤسسة الأمل للإنتاج والتوزيع الكويتية من تأليف البحريني المقيم في الكويت جاسم الزايد وإخراج الكويتي كاظم القلاف. الدور قصة العمل حول مهندس يعيش ذكريات زوجته المتوفاة من خلال صورتها اللي ما تفارق خياله، وتسعى أخته إلى إخراجه من هذه الحالة بتعريفه بصديقته في العمل واللي توافق على دخول حياته كزوجة ثانية بعد وفاة زوجته. لكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن بعد أن يكتشف أن لزوجته الجديدة أخت هي صورة طبق الأصل من زوجته المتوفاة. هذه السهرة كانت كويتية بمشاركة ممثلين وفي أدوار رئيسية قام بأداء الشخصيات من الجانب الكويتي، كل من حياة الفهد، أحمد الصالح، زينب الضاحي، ماجد سلطان. أما ممثلين فقد شارك كل من أحلام محمد، سامي القوز، محمد البهدهي، خليفة العريفي، قحطان القحطاني، جاسم شريدة. تحبين يا بدرية؟ عد هذا السؤال؟ أرجوك يا بدرية جاوبين. شلون ما أحبك يا راشد؟ لو ما أحبك ما تزوجتك، أنت حياتي وأمري وزوجي وحبيبي وكل شيء لي بالدنيا. يا ربي يهديك. يقول أني بخير. بدرية جاي يرفض. ليش؟ كل إنسان وله رأي. يعني تتوافقين على اللي قاعد يسويه؟ ما أنا جايزة أقولك إيه وجايزة أقولك لا، لكن مو أنا اللي أقدر أحكم. راشد هو صاحب المشكلة وهو اللي عايش فيها. أدري ولازم أنقذه منها. تنقذينه من إحساسه الداخلي؟ لا ما ظنيت، مو إحنا اللي نقدر نتحكم. يا أبو سالم الله هداك، في الأول البنت ما تشوف السكة في عيونها إلا في وقت الضرورة. لا والضرورة القصوى، وتلقاها متكمكمة ومتلملمة وتقلقس ورا أمها خافة وترتعد. لا وأمها أكثر منها. أي نعم، وما تفرق بين البنت وبين الأم، كلهم متكمكمين ومتلملمين. لكن الحين يا أبو سالم وين بناتنا فيه؟ لماذا لا يكون هناك دراما موجودة في تلفزيون البحرين أسوة بالدراما الموجودة في الكويت؟ الكويت ركزوا تماما على الجانب الدرامي في التلفزيون وأخذوا كاستراتيجية يشتغلون عليه، لذلك نشطت الدراما التلفزيونية في الكويت. وهم أيضا بدأوا كلهم ممثلي مسرح، حسين صالح، المفيدي، عبد الحسين عبد الرضا رحمة الله عليه، وبقية الفنانين كلهم نجوم للآن، هم كانوا أساسا من مسرح لما كان زكي طليمات يدرب هؤلاء. لما جاءت الدراما التلفزيونية بدأوا بها هؤلاء. البحرين نوع من المحاكاة لتجربة الكويت، لذلك كانت هناك استعانة ببعض الممثلين من الكويت اعتبرنا عندهم تجربة، ومن أجل أيضا أن العمل بالتلفزيون البحريني النص أو يعني دراما التلفزيون البحرينية يعني تشعر بشيء من القوة تماسك موجود عندهم بحكم تجربة هؤلاء. أعزائنا وصلنا للختام، نشوفكم الأسبوع القادم، في أمان الله.